الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. انت تاني يا ابني؟ ما اتصلش خلاص. لا والله احسن، لان انت اصلا مش جاي عشان علم، انت جاي انا مراوغ مجادل بس، والله لكن انك علم لا. تظلمني، والله انت بتظلمني، والله لا انت والله ما بتظلمني. بظلمك. انت لانك مش عايز تسمع الادله لا، مين فقط، اللي قال مش لذلك عايز اسمع تهرب. ادله؟ ده انا اللي بقول لك طيب اتفضل قول. انت هتنسى طيب لما قلت لي قول علي بن ابي طالب قلت لك اتفضل قول، ولا عايز تلزمني بحديث ملوش سند اصلا؟ المهم خلينا في النهارده، يمكن نطلع ابناء جداد ولا حاجه النهارده، يمكن عفى الله عما سلف. الان عندنا إن موضوع شاء مطروح، الله. موضوع مطروح. لحظة أخوي، ممكن بس أسألك سؤال؟ لا ممكن مش أسألك انت سؤال؟ بقى بالذات مش هسألك، لان انت مجادل اصلا. مش عن انت الدين بقى ولا في عن اليوم الشرع، عن المفتوح ان شاء معاملتك الله، في لي، اليوم المفتوح عن عندنا سؤال دلوقتي. في عندك. ورد عن اتفضل. المعصوم الاذن في نكاح البنت البكر، ورد عن المعصوم عندكم عدم الاذن في نكاح البنت البكر. يعني دي شوف أنت تستاذن والدها أمس، ودي ما تستاذن لحظة، والدها، اي الروايات أنت الصح، أمس، الاذن ام عدم الاذن؟ لحظة، أنت أمس استنكرت علي وقفلت الخط، لأن قلت لك أنا أزوج بنتي. أنا ما قلت لك أزوج بنتي متعة مثلا، أنا قلت، أنت سألتني تزوج بنتك؟ لا طبعا بص برضه، الجميع يعني انت، انا بيزوجوا بتكلم بناتهم. سؤال واحد واحد واحد. شوف أنت تقول يا ابني، انت تنكح، مكار يا ابني، تنكح. انا بقول لك انت مكار وانت مش فاهم. انت مكار، هقول لك ليه مكار دلوقتي حالا اهو. نعم شوف انت كلمتين وبتمكر، بكلمتين انت مش عايز توصل للحق، انت بتمكر. اقول لك بتمكر ليه؟ يعني انا ما أنا كلامي بدي طول أسألك، الحلقة، ما أنا اسمعني ب... بس ما اسمعني بس اسمعني اسمعني، آه طيب انت كلامي كله طول الحلقة عن المتعة وزواج المتعة وزواج البت الصغيرة والبكر والكلام ده كله. هل تتخيل يعني انا لما انا اسألك واقول لك يا خليل انت تجوز بنتك، يعني معناها تجوزها دائم ولا تجوزها متعة؟ سؤال. شوف أخي الفاضل، انت لسه، مش شوف أنت، اخي الفاضل، يبقى خلاص شكرا لك، لا شكرا لك، ما فيش شغل. يعني انت مكار وجاي، سبحان الله. يعني انا بتكلم في المتعه في الحلقه كلها، بتكلم عن المتعه، ولما اجي اسالك اقول لك هتجوز بنتك، يعني معناها هتجوزها دائم؟ اكيد هتجوزها متعه، الا بقى لو انت دماغك فيها حاجه تانية، صراصير مثلا ولا حاجه، هتفهم ان انا بتكلم في الزواج الدائم. قالوا اتفضل. الو، السلام عليكم. ارجوك ارجوك شيخ وليد تعطيني فرصة، اتفضل، آخر ارجوك. فرصة، اتفضل. طيب انت الان شوف، مش عندنا وعندكم في الفقه اصل الامور هو الاباحة. يعني انت امبارح تفضلت بشيء، قلت الذين اجازوا الطلاق مش الزواج كل بنية حاجة، أولاً الطلاق. أنت أخطأت في القاعدة. اسمع، اصل الامور هو الاباحة. لا يعني أصل الزنا إباحة، الإباحة هو الزنا، لا يعني لا، أصلها ما هو مباح. في حكم. طيب لحظة، أنت جبت الزنا، فهذا اللي أنا بدي أتكلم طيب فيه. ما هل هو أنت تعتقد أن مثل هذا الزواج اللي يكون بالشرع يا صح؟ أستاذ، يعني يا مش أستاذ، في عقد زواج، عقد نكاح. طيب الزواج الشرعي، الآن أنت تلوم الناس على نياتهم صح؟ لا أنا ما بلوم الناس على نياتهم، أنا ما بلوم الناس على نياتهم. طيب مش الآية بتقول لك ولا جناح عليهم فيما ترى، لا أذكر الآية لأن أنا حافظ سيء، لا ولكن حضرتك إنه جيب يعني ممكن الآية، طيب إكرام. جيب الآية، ليه الآية اللي أنت ما بتذكرها جيبها؟ أنا زي أنا، ما أنا عادي بنسى برضه، ما أنا بشر. الآية اللي ما بذكرها بروح أجيبها وأجي. طيب إيه، لحظة بس، هي فلا جناح عليهما فيما تراضيا فيه من بعد الفريضة. طيب يعني اذا بعد الفريضه، بعد ما شوف انت عشان تتزوج لازم تعطي اجر، لازم يكون هناك مهر عشان يكون في زواج شرعي، والا بيكون الزواج باطل صح؟ صحيح. فاذا طيب، فاذا لا جناح. يعني مثلا انت تزوجت امراه وهي تريد ان تشترط عليك انك انت ما تتزوج علي، هذا شرطها، لا جناح عليهما فيما تراضيا به. هو مثلا اذا قالها ترى انا مثلا شوفي انا ما عندي اقامه في البلد هذه، انا بعد 4 سنوات بعد ما تنتهي دراستي راح ارجع الى بلادي. فقالت له ما مشكله، شوف رب العالمين شنو ييسر. هل هذا عندك حرام ولا هل هذا عندك زواج؟ يعني احنا نريد ان ننهى الناس عن الحرام، لا عن انهم بص يروحوا هقول لحضرتك يزنوا حاجة، وتكون في هقول عندهم لحضرتك امراض حاجة. تناسليه، وبعدين زنا بدون عده، يحصل تزاوج بدون عده، فبعدين تختلط الانساب. مين اللي قال، فهذه معلش يعني مين اللي قال إن في التشريع المتعة ما تختلط الأنساب؟
ما أنا بقول لك، لأن الإمرأة عندها عدة يعني إذا عدتها إذا كانت حامل فهي حتى تضع حملها، صح؟ لا وإذا مش ما كان عندها على فكرة، والعدة عدة العدة كمان المتمتعة بتختلف عن عدة المرأة العادية عندكم، تعرف الكلام ده؟ لا شوف أخي، هذه كلها هذا أنا ما أعتقد فيه أنك تقول لي في ما في زواج فاهم، ما تعتقد، وأحكام أنا ماليش أخرى دعوة بيك يا للزواج، ابني، ما تقول ما لي هي أنا أمور أعتقد ده وما خلافية، ما أعتقدش أنت ده، جاي أنا على ماليش أمور دعوة بيك خلافية. يا أستاذ، أنت يا والله يا أستاذ، شيخ يا ولد أستاذ، جاي على أنت شغل قلت لي اديني يعني. فرصة وأعطيتك الفرصة، أنا ماليش دعوة بعقليتك أنت. انت راجل طيب بتقول انا ماشي، راجل شيعي، يبقى اذا تلزمك اقوال الائمه عندك. ما في واحد عايز صحيح. يبقى عايز شيعي طاير في الهواء طيب ويجي صحيح، اللي يعني يجي هل على أنت دماغه ياخده واللي ما تلزمك يجيش على جميع دماغه ياخده. بص أقوال هقول لك على جميع حاجه، هقول لك أئمة على حاجه، السنة؟ اسمعني بس، اسمعني اسمعني اسمعني. نعم نعم لو نعم الان واحد قال لك انا والله خرجت من الاسلام لان انا شايف ان ما فيش فرق ما بين الاسلام وما بين غير الاسلام، هنا الواحد بيتجوز 5 دقائق وهنا بيتجوز 5 دقائق، ايه يعني الفرق؟ قلت لها ان انت ما مراتي هو ما فيش اسمعني يتجوز بس خمس يا دقائق استاذ اسمعني لو سمحت. يبقى هنا ايه؟ يبقى كل واحد ماشي بعقله، يبقى كل واحد ماشي بعقله، فما تكلمنيش تقول لي اصل انا عندي. انت مين؟ انا ماليش دعوه بيك يا ابني، افهم طيب ده، أنا ممكن، انت شخص أنا قدامي ممكن انا لا اعرف. بص صح انا ما اعرفش الا صوتك، حتى ارقامك كل شويه بتتصل بيني من رقم مختلف وارقام خاصه، فانا ما اعرفكش، ما تقوليش بقى انا وانا، انا مالي ما بيك؟ هو انا مش بخاطبك أنت انت، بتجبرني على الأسلوب اسمع هذا، بس اسمع، بتحذرني انا مش لما بخاطبك أفصل، انت، أنت انا بتجبرني دلوقتي على في هذا حاجه، بص بص، الايه اللي حضرتك انت ذكرتها اللي نعم انت مش عارف هي فين ولا عارف هي بتقول ايه، في سورة النساء، وأنا عارف هي مصيبه فين وعارفك والله أنت فين. مصيبه يا عم. اقف في سوره النساء، ما انا كنت بقول للراجل في سوره النساء، كويس ان انت حافظ النفس سورة، لكن انت ما تعرفش هي بتقول ايه اصلا ولا حافظ فيها حاجه. ولكن انا عندي سؤال واحد في الايه، تمام؟ عندك في الايه 25 الله عز وجل يقول ولا متخذات اقدام ولا طيب متخذات، اسمعني بس اسمعني، ادي فرصه نعم لدماغك، اسمعني اسمعني، نعم شوف بقى انا احسن النيه فيك لاخر حدود. الله عز بارك وجل الله فيك يقول ولا متخذات اقدام، ولا متخذات نعم اقدام يعني معناه متخذات صاحب او صحيح، متخذات عشيق. طيب اللي بيناموا معاه يعني. يا استاذ، الله عز وجل لماذا لم يقل ولا متخذات أقدان إلا بعقد؟ لا أخي، طيب هل أنت تعتقد أن مثلا المتزوجة يجوز لها أن تتزوج متعة؟ لا، الزوجة ليس لها يا إلا زوج أستاذ واحد أنا سألتك فهو سؤال طبعا. على الآية دي، أنا ما كلمتكش في المتزوجة، أنا طيب بسألك ولا هذه الآية، متخذات أقدان، ولا طيب هذه متخذات الآية عن أقدان ممكن الزواج، بعقد، يبقى هو هنا بيحمي ديت إيه؟ بيحمي المرأة دي إيه؟ بيحميها من الزنا بعقد، يعني خدي عشيق ولكن بعقد، خدي صاحب طيب ولكن بعقد، اي بزواج، صح؟ لا غير صحيح، غير ليه بقى صحيح، غير صحيح؟ غير صحيح أخي. شوف هذه الآية اللي أنت ممكن نقرأ الآية مع بعض بتمعن عشان يا باشا انا أشرح عايز لك اعرف تحديد يعني الآية. ايه ولا متخذات اقدام. أي نعم، فشوف الآية هي رقم 25 ولا 24؟ الايه 25 25 أحسن. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. جميل، فأنت الآن طيب الآن هذا من غير ما أكمل الآية، فهذه الآية حسب فهمي أنك أنت إذا تريد تتزوج ما عندك مال تتزوج حرة، فأنت تتزوج أمة، تمام، فهذه الأمة فهذا حلال عليك أن تتزوج الأمة تمام، وهي تكون زوجتك، ولكن بتزوجها لك فهي قد أحصنت. فالأمة ما عليها حد للزنا، صح؟ يعني الأمة إذا كانت لم تكن حرة فلا حد عليها، وإذا زنت وإذا لم تزني هذه ما عليها، مرفوع لا، عنها ذلك. لو زنت عليه حد طبعا، مين اللي قال ان الامم معلش لا حد؟ إلا إذا كانت محصنة، فإذا أردنا تحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت هي أحصنت فأصبحت متزوجة فإذا عليها حد زنا، أما أما غير متزوجة لا حد للزنا عليها، واضح؟ فهذه الآية يا أخي الفاضل تنص على أن هذه الأمة لا يحق لها أن تتخذ أخدان، يعني يكون عندها حبيب وهي متزوجة. يعني الأخدان هو يعني من تشاركه المخدة، يعني من تنام معه، واضح؟ فإذا تزوجت
سواء تزوجت من حر أو من غير حر، فهي لا يحق لها أن تتخذ حبيبا أو عشيقا أو يعني أنت عايز تقول إن بعد الإحصان لا يجوز لها أن تتخذ إيه؟ صاحب أو عشيقة، صح؟ صح صحيح. طيب ما معلش، واحد واحد واحدة عشان أنا بحب أفهم بالراحة. طيب المرأة التي لم تحصن أو أحصنت ثم طلقت أو تأرملت، هل يحق، اسمعني بقى، هل يحق لك؟ لا حول ولا قوة. شوف أنا يا ابني أنا سبتك قد إيه تتكلم، خليني أنا أتكلم بقى. صح نعم. الآن ولا متخذات أخدان، هل هي خاصة في الأمة ولا بصفة عامة أو عامة؟ يعني المرأة لا تتخذ خدن، لا تتخذ صاحب، لا تتخذ عقيج، هل هي عامة ولا خاصة؟ لا هي عامة، هي الحمد عامة. لله وصلنا النقطة، ما فيش بقى ولكن. طيب. اسمعني بقى، اسمعني. صح اسمعني. صح صح، وصلنا النقطة مفصلية، وصلنا النقطة مفصلية. يبقى هنا الآية عامة أن المرأة لا تتخذ صاحب ولا تتخذ عشيق، صح؟ ولا متخذات أخدان. أكيد أكيد هذا. طب جميل أكيد. أو اسمعني بس بقى، اسمعني اسمعني واحدة واحدة عشان المعلومة تكمل للناس على الأقل، مش ليك حتى. الآن الله عز وجل نهى المرأة سواء محصنة أو غير محصنة أن تتخذ خدن، يعني صاحب. فلماذا الله عز وجل نهى المرأة الغير محصنة على أن تتخذ خدن، مع أن الله عز وجل أباح لها أن تتخذ خدن ولكن بعقد؟ فلماذا لا في هذه الآية لم يقل لحظة بعقد؟ لحظة، خليني أبين لك. سؤالك جدا جميل، سؤال رائع. الحمد شوف. لله. لأن الأمى يحل يا باشا، احنا مش بنتكلم في الأمى يا أستاذ، يا أستاذ يا بعقل خربان. أنا بكلمك إن الحكم ده حكم عام، إن الحكم ده حكم عام وليس خاص بالأمى فقط. اتخاذ الأخدان للمحصنة، اتخاذ الأخدان للمحصنة يعني غير المحصنة. اسمعني بس، أنت مش فاهم يعني عام وخاص يا أستاذ. يعني هل يجوز لغير المحصنة أن تتخذ خدن؟ نعم نعم، غير المحصنة يجوز لها، إذا كانت أمة غير محصنة يجوز لها قولا واحدا. الآية شوفها من البداية، يا باشا ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح. اسمع بس، اسمع اسمع يا باشا، لم يستطع الآية يا باشا، يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا أستاذ. نعم. الآية بتتكلم عام. نعم. مش بتتكلم عن أمة بس. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني دخلت فيها المرأة الحرة كمان. اللحظة، الامرأة الحرة لا تدخل في ملك اليمين يا وانا قلت لك بتدخل في ملك اليمين يا ابني. انا بقول لك إيه الآية أين دخلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابني. أين يا ابني أقسم بالله العظيم، يعني أنا نفسي أفهم أنت تفهمني يا أستاذ. يا أستاذ الآية هنا، الآية الآية هل تكلمت عن الأمة فقط أم تكلمت عن الحرة وتكلمت عن الأمة؟ لا لا، هذه الآية تتكلم عن الأمة فقط يا باشا. إزاي هي؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. طيب فإذا أنت لم تستطع أن تنكح المحصنات يبقى بتتكلم عن الحرة. تكلمت في الأول عن الحرة وبعدين اتكلمت عن الأمة وبعد كده دمجت الحرة مع الأمة في متخذات أخدان. هذا تخصيص، ذكر المحصنة هنا تخصيص أنه الكلام عن غير المحصنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني ده الراجل معدوم مش قادر يتجوز، فهو حيتجوز واحدة معدومة زيه أبدا. واضح؟ حلو قوي. أنا عنهي الكلام بتاعك ده بسؤال واحد، هل يجوز للأمة الحرة أن تتخذ خدن؟ الأمة الحرة من وين؟ أمة حرة من وين؟ أمة حرة. آسف 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 آسف، المرأة الحرة هل يجوز لها أن تتخذ خدن؟ المرأة الحرة لا يجوز لها. ما دانت ما الدليل على أنه لا يجوز لها أن تتخذ خدن؟ والزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما كل واحد منهما 100 جلدة. طيب يبقى دي كده ما اتخذ عدم يعني جواز للمرأة أن تتخذ خدن أي صاحب، صحيح؟ صحيح. بأنه آية؟ ولا تقربوا الزنا، يعني جميل أوي. طب ولو ما زناش بيها؟ سؤال، لو ما زناش بيها؟ لا، ما هو قرب للزنا انك لو ما زناش بيها واحد. يبقى الآية ديت يا أستاذ، الآية ديت ولا متخذات أخدان دي عامة في جميع النساء وليس في الأمة فقط، ليس في الأمة فقط.
طيب ما هي بتقول لك فإذا أحصننا أخي الفاضل، فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم، وعلى فكرة هذه الآية تثبت أن عذاب الزانية سواء كانت محصنة أو غير محصنة الجلد، لأن عقوبة الرجم غير قابلة للتنصيف. بص يعني انت حترجمها لحد نص الموت يا ابني، بالله عليك ما تفتيش. لا ما انت تفتيش انه القران محرر، ما تفتيش انت هتكتب للشيخ والشيخه والبت والدبوبه. طبعا اثبت لك ان انت بتفتي، اثبت لك ان انت بتفتي وعنهي معاك الموضوع عشان اثبت لك ان انت بتفتي ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه. اطلع كده بدايه الايه 25. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. ما معنى ينكح المحصنات؟ معلش، ما معنى ينكح المحصنات؟ ينكح المحصنات يعني انه يتزوج المحصنات، يعني الحرائر. الحرائر صح؟ طيب جميل قوي. يعني مش المتزوجات، يعني كلمه المحصنات هنا مش معناها المتزوجات. لا، المحصنات المؤمنات يعني الحرائر. لا يعني مش المتزوجات، كلمه المحصنات معناها المتزوجات هنا؟ لا، معناها الحرائر. طيب الحرائر ديت اللي هي متزوجة ولا غير متزوجة؟ طبعا غير متزوجة. هل جميل، هناك من واحدة هل هناك من ينكح المتزوجة؟ انت سامع يعني انه مرة واحدة انا ما بعرف. خد نفسك. الان ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات اي الحرة التي لم تتزوج بعد، صح؟ صحيح. جميل أو الحمد لله رب العالمين. طب الحرة التي لم تتزوج بعد لو زنت، نعم، حدها إيه؟ هو الحد القرآني المنزل 100 جلدة. جميل أو الحمد لله رب العالمين. طيب لما هنا الأمة بقى تزني، الأمة اسمعني، إذا كانت متزوجة لما تزني يا عم، لما الأمة تزني، لما الأمة تزني يبقى حدها ايه؟ نصف ما على من؟ اذا كانت متزوجه، الأمة المتزوجه. لما الأمة غير متزوجه لا حد معاك لها. معاك ما فيش مشكله. طيب لما تزني حدها ايه؟ متزوجه 50 جلده. 50 جلده. طيب نصف لما ما نرجع المحصنة. بقى اسمعني بس، لما نرجع للمحصنه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الغير متزوجة اللي هي الحرة اللي هي عليها من جلدة. لا هي متزوجة، هي متزوجة. ازاي متزوجة في الآية أصلا مش متزوجة هي؟ لا لا لا، هي مش نفس هذه المحصنة، هي المحصنة ما على المحصنات من العذاب. يعني ما هي المحصنة اللي في الآية وانت جبت، انت رحت في آية تانية. طب ما انت لما تجيبها من الآية، هو مش في البداية بيتكلم عن الآية، بيتكلم ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى المحصنات هنا مقصود بها الحرائر أهي. طيب طيب يبقى اذا بيتكلم عن المحصنات. طيب من الحرائر التي لم يتزوجن. لحظة تعرف شو يعني محصنات؟ يعني احصنوا فروجهن، واضح؟ جميل. واحدة احشي يا ابني، احشي. بص يا ابني، انت دلوقتي يا ابني اسمع بس، اسمع ما تبقاش براس حمار. طيب تفضل. حسنا، هنا كلمة المحصنات على الشاشة هنا دي مقصود بها ايه؟ هي كلمة محصنات جمع اهو، دي مقصود بها المرأة الحرة او النساء التي لم يتزوجن، ولا المحصنات هنا المقصود بها الحرائر التي لم يتزوجن؟ المحصنات لفروجهن، واضح؟ يا ابني يعني في الآية، يا ابني في الآية، في الآية دي، في الآية 25. ما هو ما انا بشرح لك. المحصنات، المرأة المتزوجة. نعم. يعني ولا المرأة الحرة التي لم تتزوج؟ لا شوف، طبعا ليس هناك من ينكح المتزوجة في الكلام عن يا ابني. انا سيبك بقى، ما تكلمنيش كلام عام. شوف انت يا ابني، انت حرة. والله العظيم حرة. والله العظيم تؤكد دايما انك صهيوني. لا تزعن للحق ابدا، يعني لا تزعن للحق ابدا، لا تزعن للحق ابدا. واحد صهيوني يا عمي، انا بصلي 51. لا وانا ايش عرفني انت بتصلي ولا ما بتصلي؟ انا مالي وانا معاك. الان ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، كلمه المحصنات هنا جمع، تمام؟ هل تشمل المراه المتزوجه ام المراه الحره الغير متزوجه؟
ها خليل هرب، خليل هرب هرب خليل. ما هيقول لك ايه؟ ما هو لو قال المرأة الحرة الغير متزوجة يبقى إذن المرأة الأمة التي تزني، التي تزني عليها نصف ما على المحصنة، أي عليها نصف ما على المحصنة الحرة التي لم تتزوج. لكنه لا يزعن للحق، لا يزعن للحق.